بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا في بير في منطقة الموهوب، في بنعمل اصطياد للعقارب هنا، ومعانا احد اصحاب البير هنا اللي بيشتكوا من المنطقة، بيشتكوا من العقارب في المنطقة، فعاوزين نشوف انطباعه ايه لما شاف كمية العقارب اللي اصطدناها من عنده من البير. تفضل. أيوة. ده العقارب. تفضل يا عم الحاج. والله هو مشروع كويس صراحة، هو نعاني من العقارب والتعابين يعني عندكم حاجة كويس والله. البير هنا فيه كمية عقارب كتير. كثيرة. وتعابين. بس اللي بيحصل ده الحمد لله انت شايف كمية العقارب. انا كويس ساعة والله. ساعة ونص بالظبط جمعنا مشروع 100 والله. فوق 100 عقربة. والله. يعني تخيل احنا مثلا رفعنا الأذى عن الناس هنا قد ايه؟ كتير. وانت شفت بقى حضرتك لما نورت بالكشاف العادي ونورت بالكشاف بتاعنا اللي هو بتاع بينور ازاي، بيخلي العقرب يلمع من بعيد كده زي ما هنشوف. طيب تمام حاج، انت حابب يعني ندخل مكان تاني مثلا؟ شايف اماكن تانية مشهورة ندخلها عندكم سواء في البير ده او في ابار مجاورة او حتى في منطقة تانية؟ يعني ممكن ندخل مكان تاني نعمل حاجة زي شايف اللي ده بيحصل ده كويس يعني؟ كويس. ماشي يا عم حاج، شكرا ليك وربنا يحفظك. حاج انت تحب تقول اي حاجه بقى في نهايه الموضوع بتاع العقارب ده؟ احنا نشكر السيد المحافظ اللواء السيد المحافظ الوادي الجديد على المشروع، على انه عمل حاجه زي كده. حاجه زي كده للشباب يعني. هو الموضوع ده كمان مش فايده ان هو مشروع بس، ده هو بينظف كمان كويس عشان ينظف الحته من ينظف المنطقه. ينظف المنطقه. بارك الله فيك. شكرا يا عم حاج. شكرا. رحله لصيد العقارب باستخدام كشاف الاشعه الفوق بنفسجيه او كشاف الكشف عن العقارب، وده كشاف احنا جبناه بره مصر. لو انا نورت بالكشاف العادي العقرب تقريبا ما بيظهرش بشكل كامل، لكن لو نورت بكشاف العقارب بيعكس اللون الفسفوري فبيظهر العقرب بشكل واضح جدا جدا زي كده. فاحنا بجرد ما نشوفه معانا ماسك معانا حالة صيد تانية اهي، لو بدع الكشاف مش هتظهر، مجرد ما انور بالكشاف تنور معايا فسفوري، بمسكها على طول ماسك ببدأ. افتحها كده يا محمد، افتحها بعد ما نجمع.